حبيناهم من طيبتهم، البساطة دي كانت حياتهم، دول نجوم فعلا عتاولة، دول ملوك الإفيهات. ما بناها نادية وخد سوسو وهو كله في طوال، فنانين غاليين علينا قالوا أجمل قفشات. اسمحي بالرقصة دي لحظة هتحزم واجيلك، كله ضرب مفيش شتيمة، انت بقى يا تنسى حيلك، والسؤال عن جملة كانت افيهات للفنانين، كل يوم افيه ولازم حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين. وحشتوني جدا بالفزوره اللي فاتت. اهلا بيكم في نجوم وافيهات، وقبل اي كلام انزلوا اعملوا سبسكرايب لقناه هوليود الشارع عشان تتابعوا كل فوازيرنا. نجوم وافيهات. النهاردة معانا فنان كوميديان أسس مدرسة ليه خاصة هو بس في الكوميديا، وكان كمان متزوج من فنانة شهيرة قوي وعمل معاها دويتو في السينما وفي المسرح وقدموا لنا أعمال كتير احنا بنحبها. الفنان ده كان بيقدم لنا دايما نجوم جديدة على خشبة المسرح زي شريهان ومحسن محي الدين وإجلال فهمي وفنانين كتير قوي. العمل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة كان مليان بالوجوه الجديدة، وكانت مسرحية كوميدية جدا وكان عمل فني ضخم، والشهر كمان بأشهر الإفيهات. الفنانة حنان شوقي اللي خفت روحها الجميلة قوي هتقدم لنا إفيه من أحد إفيهات المسرحية دي، والفنان بطل المسرحية. تعالوا نشوف الإفيه هتقدمه لنا إزاي الفنانة حنان شوقي ونرجع لكم على طول. على يدي كان عمر الشريف قاعد هنا وفوزية قاعدة هنا. تفتكروا الإفيه ده كان في مسرحية مين؟ زي ما انتوا شفتوا كده الفنانة حنان شوقي قدمت لنا الإفيه بشكل جميل جدا. عايز اسألكم ايه هو الإفيه وكان لمين ومسرحية ايه؟ هستنى كل تعليقاتكم تحت في اسفل الفيديو. عايز اقول لكم معلومة مهمة جدا، كل حد فيكم ممكن يعلق اكتر من تعليق، واكتر حد هيجاوب صح ويعلق كتير قوي هو اللي هيفوز معايا. وهستناكم الفزورة الجاية، ما تروحوش في اي حتة. باي باي.